إخواني، أنا أود أن أشكر هذه المرأة وجميع النساء، آلاف من النساء التوانسة اللي ناضلوا ضد الظلمية وضد التكفير وضد إقامة إمارات وهابية في تونس، ويعطيهم الصحة ونشكرهم، لازمنا نشكرهم الكل. ولولا أنسى هذه، ولولا بورقيبة اللي أرسى الدولة العلمانية على قواعد صحيحة، لكانت الخلافة قد ركزت، ولكانت المشانق قد زرعت في تونس في جميع نواحي تونس، والتكفير لكان يكون القاعدة الوحيدة باش أجماع الظلاميين هذه يحكموا فينا بالعنف والديكتاتورية. وشكرا. تفرجوا في الفيديو هذه، وقال واحد، قال واحد ولا امراه، راجل ولا امراه، وفما حتى سيت في تونس اسمه تونس بنساها. يعطيها الصحه زاد هو. انا ضد النهضه، ما نحبهاش النهضه، كرهتها وعزتها وفديت منها الغلاء والنتونيه، وكان احنا روايحنا معاها تبعد علينا، والفلس والدنيا كامله والبطاله والدنيا الكل. انا ما عادش عيني بها النهضه، ما حشتنيش لا باش تشد لنا بلادنا، حكمتنا علينا، نمشيو خايفين حتى على روايحنا، على صغارنا، على الدنيا الكل. في البطاطا بدينار والبصل بدينار، اش عندها في دنا النهضه؟ علاش؟ على خاطر فدينا، نحسوا بضغط كبير في حياتنا. ولا النهضه انتخبوها الله يديهم اللي انتخبها، جاو تعلموا فينا، تعلموا فينا باش يقتلونا، تعلموا فينا باش يعذبونا. في عهدهم شفنا اللي ما شفناش، شفنا من الاغتصابات للقتل للرش للاغتيال السياسي اللي ما صارش في عهد بن علي. والاتعس انهم وزير الداخليه نورمالمون يستقيل، يحشم على روحه يستقيل، اكرم منهم على الاقل طريف الحياه اللي عندهم يستقيل وزير الداخليه. لا زادوا عينوه على راس الحكومه، شجعوا فيه. نقول لك مش باش تدوم النهضه، انا نطالب بحاجه برك، لو كانوا واثقين من انفسهم، يا نهضه يا غنوشي، اذا كانك واثق من نفسك حيد وزارات السياده ونوع بدك تفضح في 24 ساعه، على خاطر ما قعدوا لك كان السكرجيه والميليشيات وخريجي السجون. اما التونسي بالمجد ولد بورقيبه، والمراه التونسيه اللي علمها بورقيبه وفقتها وخرجها